السلام عليكم. راحيل بنت فاس، كانت 21 سنة. كنتمنى انكم تاخذوا العبرة من هذه القصة ديالي. ما مطالبة منكم لا مساعدة لا والو، طالبة من البنات باش يبداو يحضروا عقلهم وما يتسرعوش كما تسرعت انا. ولو وقعت لك اختي اي حاجة في حياتك، حاولي تواجهيها بواحد القوة، ما تضعفيش وما تشوفيش في طريق الفساد، حتى هي عمرها ما غادي تكون طريق مزيانة. كما كيقولوا الطريق ديال الشمال كتسالي بالشمال، عمرها ما كتسالي باليمن، حيت طريق الفساد اخرتها اما تموتي اما تنتحري يا اما تدخلي للحبس. ما تنتظرش انك تعيشي شي عيش اكثر من هذا الشيء. بركة عليك غير الاحتقار اللي هتحتقري من واحد لواحد، كل ليلة وكل قصارة وكل سهرة. مهم أبدأ قصة ديالي معاكم. أنا راحيل بنت فاس، 21 سنة، دبلوم تصميم أزياء. كنت مانكان في واحد الشركة بلا ما نذكر سميتها. مهم العائلة ديالي متوسطة، كتكون 6 ديال الأشخاص، 3 ديال الأولاد، أنا الثالثة في البنات. بصراحة عائلتي واحد العائلة اللي كانت مزيانة، ما كانش بحالهم، كاع الناس كانوا كيحسدونا على تفاهم ديالنا. عايشين حنا وخوتنا كيف صحاب، تجا واحد النهار اللي تقلب فيه كلش بسبب الديون المتراكمة. اضطرت العائلة ديالنا تصب بالإفلاس. كانت الأم ديالي عندها معمل، ديك المعمل جا السيزي وكاع داكشي مشى، كنت انا كندير لها الاعمال ديالها. مهم واخا انا صغيرة، الثقة ديالي كبيرة بالنسبة ليهم في الدار. كبير وصغير كيجي يستشر معايا، واخا يكون شي مشكل كيكون عندي انا الاولى. من وانا بنت 9 سنين وانا كنفك مشاكلهم. اجيكم غريبة، حيت سبحان الله العظيم ربي ارسل لي عقل باش كلشي نتصرف به في حكمة وما نتسرعش. حتى كبرت وليت اكبر متسرعة في الدنيا. مهم بنت 10 سنين وليت خياطة وكنقرا الحمد لله. كنت كنقرا في مدرسة بخيبي. الوغ درت سن ديال 16 سنة. ابخي درت سن 16 سنة تعرفت على واحد سيد صدفة. كيفاش؟ اول حاجة ما كانوش عندي صحابات، كنت عايشة عزرية مع الدراري. كانوا اصدقاء ديالي كلهم دراري، كنا احنا 3 ديال الاصدقاء، وديع ومنصف وسي محمد الله يرحمه. مهم تلاقينا مع هاد السيد، جا هو قال لي اختي شحال في الساعة؟ قلت له كدبة جديدة هادي، شوف لك شي طريقة باش تدخلني جديدة، اما هاد الكذوب هذا فاتو. لحقاش الدراري انا كانوا كيعاودوا لي كيفاش المسيرة ديالهم مع البنات وكيفاش كيديروا باش يبغيو يوصلوا ليهم. عطوني ايجابيات في الاولاد كما عطوني السلبيات فيهم، ما كيهمش هاد الشي. تعرفت عليه، بقى تابعني حتى تعرفت عليه وليت قريبة منه بزاف. دوزنا العام الاول وليت كنحس بلي كنبغيه. العام الثاني وليت كنموت عليه، كان اجمل حاجة في حياتي ما غاديش نكذب. تال واحد النهار ما بقاش كما حكيت لكم في الاول القصة، ان العائلة ديالنا والو تصابت بالافلاس، وما عنديش كندير نكمل القرايه ديالي في البخيفي. رجعت للمدرسه حره وما عرفتش نقرا فيها، ولفت بالحياه ديال الهاي، ما بقيتش عارفه نعيش مع الناس المساكن. جلست من القرايه قلت لهم الا ما تكملوا ليش المدرسه ديالي ما غاديش نبقى في الدراسه اصلا.
مهم خرجت درت مدرسة وحدة أخرى وليت كنقرا فيها ديال تصميم الأزياء، قريت فيها وخديت مهم، وهو معايا بصراحة، هو اللي كان كيقريني في هذيك المدرسة، كان كيعاوني بزاف حيت كان كيعرف باش كتمر العائلة ديالي، ما كان كيخليني محتاجة لتا شي حاجة، وبدون مقابل تيقوني راه كاينين ولاد الناس، ماشي قاع الدراري كيبغيو من البنت المصلحة ديالهم، بالعكس كاين شي واحد كيبغيك كيخاف عليك كتر من راسو. هاد الهضرة هي اللي عمرني ما ننساها، كان ديما كيقول لي عرفتي راحيل انا كنخاف عليك كتر ما كنخاف على راسي، وكتر من خاف ونخاف عليك من راسي كتر ما نخاف عليك من الناس، حيت انا هو الحماية ديالك. مع انه كان كيتجاوز العمر ديالو العمر ديالي بجوج ديال المرات، كان كبير عليا في السن بزاف، كان في اللاج ديالو ديك الساعة 30 سنة، من اللي عرفتو كنت في عمري 16 سنة. مهم سمحوا لي الا كان تعطل عليكم، ولكن حياتي مخربقه وما عرفت منين نبداها. جا لدارنا بغى يخطبني، عائلتي ما وافقوش عليه، قالوا له راحي الباقه صغيره، ما عندنا لاش تقول، ما عندها لاش تزوج دابا، وانا كان بغيه وكان موت عليه. مهم وليت بقيت معاه، واخا وعدت ماما انني ما باقيش نهضر معاه، بقيت معاه وعمر شي حاجه ما فرقاتنا. تجا واحد النهار 15 يوليوز، عمرني ما ننسى هديك النهار، كان اصعب نهار في حياتي هو نهار عيد الميلاد ديالو، ديما كندوزوه انا وياه. في الاخر شنو دار ليا؟ جا عيط له، الو حبيبه ديالي جيتي؟ اه جيت، مع انه كان كيسكن في الناظور. قول لي يا فين دوزو اليوم لانيفيرسير ديالك؟ قال لي يا واخا حبيبه ديالي، المهم اليوم ما عنديش خاطر. قلت له واخا، وهي تولي تصوني عليا ماي لوف يونس. الو حبيبه ديالي صافي دغيا بدلتي القرار ديالك؟ الو شكون انت اختي؟ تجاوبتني صوت ديال المرأة وكتقول لي شكون انت اختي؟ قلت لها انت اللي شكونتي؟ كيفاش شكون انا راني الحبيبه ديالو، شكون انتيا؟ انا راني كنعرف يونس ما عنده حتى شي واحد، هو غير ولد الملجأ. قالت لي انا مراته، يونس عنده جوج ديال الدراري اشراق واشرف. كيفاش؟ اه عنده جوج دراري اشراق واشرف. كي درتي ليها اختي؟ كلميه ليا. مهم عيطات ليه بحال هكا، اديك شماتة اديك الداير، اجي تكلم البنت ليش كتضحك على بلاد الناس؟ فاش هدرت معاه كانت اكبر صدمة في حياتي، قال لي مالكي اشنو بغيتي؟ انت اللي لاصقه فيا، عمرني كبرتولك. صدمني بزاف، من بعد ما ضحيت عليه بزاف الحوايج، قبضت وهرست التليفون ديالي ومسحت كاع النماري ديالو، حاولت باش ننساه، سديت عليا في البيت ديالي، ما بقيتش خرجت. داز عليا نورماليزي الاول ديال المدرسه، داز عليا بزاف الامتحانات وما حضرتش ليهم، حتى لقيت راسي عاود ضيعت المدرسه الثانيه اللي قريت فيها بسببه هو. الوغ واخا ما كملتش ما خديتش الدبلوم ديالي، ولكن الحمد لله تعلمت واستفدت، دوزت سنة مور داكشي، هاي كملت 3 سنين، عامين دوزتها معاه والعام الثالث ما دوزتوش معاه. جا كيقلب عليا قال لي صافي راحيل انا طلقت، جيت لعندك انت الحبيبة ديالي اللي ما عنديش من غيرك. بصراحة ما نكذبش عليكم رجعت له، فاش شفتو نسيت كاع داكشي اللي دار فيا. مهم رجعت ليه، فاش رجعت ليه دلني بزاف، وكان ديما كيهني وديما كيقول لي انتي اصلا ما عندكش كرامه، كون عندك كرامه كون ما بقيتيش معايا. فقت واحد النهار ورجعت ليستا كامله لقدام،
قلت انا شنو كنتظر من هاد الانسان؟ دار لي كاع هادشي في حياتي وانا عاطيه اهتمام صافي. ما بقيتش غادي نهضر معاه وما بقيتش نسول عليه. هزيت راسي ومشيت عشت في مدينه مراكش. ما بقيتش ديتها كاع في الطريق اللي فيها هو. كان الايامات الاولى كيعيط ليا ويهددني باللي الا ما رجعتش لفاس غادي يدير ويفعل وغادي يسلم التصاور ديالي معاه العائله ديالي، وباللي غايقول لهم ديك البنت اللي كتثقوا فيها شوفوا شنو كانت كدير معايا. مهم ما خلعنيش، ولكن في التالي فاش بدا يصيفط لي التصاور ديالي خلعني، ووليت كل ما كنبدل النمره كنلقاها عنده ما عرفتش كي كان يدير يجيبها. رجعت لمدينة فاس قلت له شنو بغيتي مني؟ قال لي ديري معي اي حل بغيتي غير هي ما تسمحيش فيها. كنت انا وياه 25/11 عيد الميلاد ديالي انا. مشينا لإفران دوزنا عيد الميلاد تمينا راجعين ضربنا كسيدة بجوج. تصابت انا بكسر في الإيد ديالي والرجل ديالي وبقيت في غيبوبة لمدة شهر كامل ما فقتش منها. كانت الإصابة قوية بزاف حيت كانت تلج ومشيت أنا وياه فوق الموتور. ضحيت براسي عاوتاني فاش فقت. سولت أول سمية سولت ما سولت لا على ماما لا على والو. فين هو يونس؟ قالوا لي يونس شكون هو هاد يونس؟ جيت أختي بوحدك لهاد الطبيب، وملي جابوك السيد اللي كان معاك راه مات الله يرحمه. اش كيجيك؟ قلت لهم كيفاش ما يمكنش، عائلتي كلها كيسولوا. كان ديك الساعات غير خالتي اللي واقفه في جنبي، حتى عائلتي ما سولوا فيا ما والو. قالوا عم الله فين زادت. مهم خالتي فكت معايا المشكل مع الدار ورجعت لدارنا. صدمت بزاف بصراحه، وخا الاواخر كرهته بزاف، ولكن ما نساش ندوز معايا. دوزت معاه احسن ايام حياتي ومن حقه. ما يمكنش انسان بغى شي وحده تجي وتسمح فيه غير هكذاك. علاش علاش هو استحملني مهما كنت انا كنهين وكنت دايره له كشي كلب، وفي الاخر فاش هاني ما استحملتوش. الغلط كله ديالي. دازت مهم دازت مدة الام ديالي ما كتعرفش عائلتها مزيان. جا واحد السيد في المرتبه ديال الاب، كان حنين عليا بزاف، هو اللي ساعدني بصراحه باش نخرج من ديك الموقف اللي كنت فيه واللي طحت فيه. جا هو بقيت كنتقرب منه على اساس كيحسسني بالحنان ديال الاب، مع انه الاب ديالي من نهار تزاديت كحل بالعمى. ما عندوش، ما بقاش كيف ما كان، ما كيجيش للدار، كنشوفه مره في الشهر ما بقيتش كنشوفه. واخا عايش معانا وهو ما عايش، ما عندوش قيمه، ما عندوش اعتبار نهائيا. اي حاجه كنوقفوا عليها ما كنلقاوهش بجنبنا، كنلقاو غير الام ديالنا. مهم ماما عمرني ما ننسى لها خيرها، ديما واقفه بجنبي. ديك السيد شنو دار هو؟ فاش شافني كنتقرب ليه بدا كيتبسل عليا بزاف. قال لي عرفتي انت فات عيد الميلاد ديالك، ولكن انا ندير لك الكادو. كنت واحد الطابق الرابع ساكنه فيه غير بوحدي. جا هو قال لي غنصبغ لك بيتك زوين. واحد النهار خارجه باش نخرج من ديك الروتين ديال الاكتئاب والتعاسه وليت كنتريني. مشيت للنادي وجيت للدار، ما كان حتى واحد في الدار، كل واحد فين تالع. دخلت للدار بديت كنزول في حوايجي، والسيد ما عرفت تهجم عليا. غوت حتى واحد ما عتقني، حيت كاع الناس كانوا خايفين من الدار ديالنا، كيعرفوا خوتي صعابين بزاف. الوغ فاش وقع ديك المشكل اغتصبني ديك السيد اللي كنت معتبراه بحال الوالد ديالي. مهم فاش قلت اكبر صدمه غنتصدم في حياتي جات الام ديالي. قالت لي مالك راحل؟ قلت لها شنو وقع لي؟ شنو وقع لي هي والاخت ديالي؟ قالت لي شنو بغيتيني؟ واش نصيفط خوتك للحبس؟ هذيك هي الكلمه اللي غادي تخليني تعطيني بواحد الطرشه ونرجع
ونولي قوية. هاد الناس اللي كنت كنساعدهم طول حياتي، نهار وقعت في مشكل تا واحد فيهم معاوني بصراحة. وليت كنتعاطى، مشيت وليت لمراكش، بقيت جالسة فيها، تعاطيت الخمر، تعاطيت القرقوبي، كاع انواع المخدرات جربتهم. وليت كنضرب الحمي، وليت ما كنحش براسي، تا كنلقى فراسي اي بلاصه. الحبيب ديالي مات، الناس اللي كنت حاطه عليهم الراس ها هما خواو بيا. السيد اللي اعتبرته بحال الاب خرج لي على حياتي. اللي بقى فيا يونس اللي كنت معاه 4 سنين، عمرو ما تجرأ يأذيني. واحد اعتبرته بحال الوالد ديالي، والد ديالي، شرف ديالي. المهم المهم داز ديك الفترة عليا صعيبة بزاف، وليت كنتقم من الرجال اللي تصاحبت معاه كنكحطو، اللي تصاحبت معاه كنصب عليه. وليت واحد الانسانة واحدة اخرى، القلب ديالي قتلته من ديك الكلمة ديال واش بغيتي ولادي يدخلوا للحبس، هي انا ماشي بنتك. وليت كنتظلم بزاف، شنو وليت كندير؟ وليت كنتعاطى للفساد، اي حاجة كتبان لي باش ننسي كننسي بيها. يا خايبة يا زوينة، كرهت راسي، كرهت حياتي، كل شي تكرهت فيه. تنهار تال يومنا هذا، مؤخرا عاد قطعت كاع ديك الحوايج الخايبين، والحمد لله انقطعت على الفساد. ما بقيتش كنفسد، وما بقيتش كنمشي معاه، وما بقيتش كننصب على الناس بصراحة. ولو كيبانوا لي الرجال كلهم بحال بحال. ملي تويت وتجرحت وتكويت، ماشي مشكل، كل شي ديال الله، اللهم لك الحمد. دابا طلعت بواحد النتيجة، ان الحياة ما كتوقفش غير في الوقت القبيح. ولكن كنت مع راسي هاد الفترة كاملة، موقف عليا، موقف معايا حتى شي حد. ولكن الحاجة الوحيدة اللي طلعت بيها، انني طلعت بواحد النتيجة، باللي اي وحدة وقع لها مشكل تواجهه بقوة، ماشي تواجه مشكل بمشكل. مشكلتي انا انني الوقت اللي تعرضت فيه للاغتصاب، انه رجعت دمرت بزاف ديال النفوس، بزاف ديال الشباب بغاوني، بزاف ديال الولاد حماقوا عليا، كانوا كيشوفوا راحيل هي الزين، هي العقل، هي كلش. كنت كنحتل عليهم داك الشخصيه. ولكن في الاخر فاش شفت راسي كنظلم بزاف الناس، انا تظلمت غير من الناس اللي قراب عليا، وشفت بالله ماشي كاع الناس بحال بحال. وليت كنتهرب، شحال من قاضي خرجت عليه، شحال من واحد خرجت عليه، ما عنديش مشكل، وما عنديش مشكل نطلب من الناس انا، ونطلب من البنات انهم ما يديروش بحالي، انهم ما يديروش بحالي، يواجهوا الدنيا. وانتي اختي اللي كتسمعي هاد القصه، تقدري تهينيني، تقدري تقولي اللي بغيتي، انا ما غاديش نقول لكم لا انا مالك، لا انا راه خطأت، وخطأت بزاف ماشي شوية. ولكن فاش رجعت راني رجعت قوية. شنو رجعت؟ رجعت ما دمرت ولكن رجعت بواحد القوة عمرني ما كنت كنظنها في راسي. اول حاجة انك اختي ما تديريش ثقة، تاني حاجة الى وقع لكم مشكل اعتمدي على راسك. والدينا مرحبا بيهم، نعاملوهم على قد ما عطانا الله، ولكن نديرو داك الشيء اللي قال لينا عقلنا واللي كنشوفوه على صواب. حيت بعض المره الوالدين ما كيكونوش كيف ما كنعتبروهم، ما كيكونوش قدوه لينا، ولكن كيكونوا كسر كبير في قلوبنا. اللهم لك الحمد، راحل ولات واحد البنت اللي مزيانه، بعدت على طريق الفساد، بعدت على طريق الشر. ولكن الحاجه الوحيده اللي كنحمد عليها الله ونشكره، انني حييت من جديد، وليت واحد الانسانه بوحدها، وواحد الانسان صراحه اللي زاد ساعدني بزاف، هو خويا جمال الفا.
الله يسهل عليه والله يحن عليه ويحفظه لوالديه، ماشي يساعدني مساعدة. انني كنت كنشوف الفيديوهات دياولو وكنت كنشوف العصير الحامض اللي كيعطي، وبصراحة داك العصير استفادني انا، اللهم لك الحمد. كنشكرك بزاف اخويا جمال، وان شاء الله يا ربي سهل عليك في هذا النهار كما درتي هذه القناة وكتساعد فيها الناس انهم يخويو قلوبهم على الاقل يلقاو اللي يسمعهم. شكرا بزاف، وسمحوا لي البنات ما تثقوا في شي واحد، الدنيا دواره وغراره، وما تضحكوش باش ما يجيبش الله اللي يضحك عليكم. السلام عليكم.